سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. على بركه الله حندير معكم جينواز الاسفنجيه الحمراء، حندير معكم كيكه القلب الاحمر. بالمناسبه عندي كيكه عيد ميلاد زوجين، وبنتو مع اقتراب عيد الحب. تقدروا تعتمدوها البنات كوصفه لعيد الحب. الوغ نبداو في الجينواز. حنخدم جينواز الاسفنجيه خفيف ظريف. درت 6 حبات بيض، قرصه ملح، نشعل البيتخان، نخليهم يدوروا مليح يطلعوا بيض. البنات كتطلع لي هذه المرحله نزيد 200 غرام سكر. شوفوا البنات بشويه كتكمل الكميه. طلع الخليط تاعي البنات، شوفوا القوام كاش جا. عطيت لها راحه باش جاتني هذا القوام. شوفوا الخليط تاعي كاش جا البنات. دوكا في هذه المرحله واش نديرو؟ نديرو 30 غرام مايزينا واللي باقي فارينا حتى نوصلو ل 200 غرام. الوغ البنات 6 بيض، قرصه ملح، 200 غرام سكر عادي، و 200 غرام مزيج 30 مايزينا ونيشا او نيشا، واللي باقي فارينا حتى نوصل ل 200 غرام. نبدا نرمي تدريجيا، نخلط المايزينا مع الفارينا ونبدا نرمي تدريجيا البنات هكذايا، ونخلط من تحت للفوق. هذه هي الجينواز الاسفنجيه، ديجا خدمتها معكم وبزاف البنات يطلبوها مني. سي بوغ سا عاودتها فيديو خفيف وظريف. نبقى نزيد في الكميه حتى نكمل الكميه تاع الفارينا والمايزينا. نعاود 30 غرام مايزينا، اللي باقي 170 غرام فارينا، نخلطهم ونبدا. شوفوا من تحت للفوق او ميم طون. في هذه المرحله البنات نبدا نشعل الكوشه تاعي تسخن مليح. الجينواز ضروري تكون الكوشه سخونه، وكي ندخلوها في الفرن ما نحلوش كامل حتى تحمر. طيب طلع من تحت تحمر باش نشعلو من الفوق. انا خلطنا الجينواز تاعنا البنات، شوفوا دوكا نوسي اروم باتاروم تاع الفراوله. زيد البنات ملون احمر الفراوله اون بودغ فريكتا انا نخدم به. شوفوا البنات دات كميه، ونبدا نخلط حذاري. تخلطوا عشوائي، خلطوا من تحت للفوق حتى نتحصل على اللون اللي حبيتو، اللون الاحمر. شوفوا البنات راني تحصلت على الجينواز الحمراء. نخلط مليح. شوفوا الجينواز تاعي اللون الاحمر. انا حندير البنات دو كور، كور متوسط وكور صغير. تقدروا ديروا قلب كبير. فوالا نقسم الجينواز تاعي. هذه هي كيكه جينواز القلب الاحمر. شوفوا البنات درت فوق سليما بابي كويسون، درت الليمون تاعي، ندخلها الكوشه باينه تكون نار قليله. كي ما نحلوش كامل الكوشه، كي نشوفوها طلعت نشعلو من الفوق. اي ابخي باش نعرفوا كيفاش طابت ندخلو موس البنات، ولا خرج لنا ناشف نعرفوا بلي جينواز تاعنا راهي طابت. هاي طابت الجينواز تاعي البنات. شوفوا شوفوا دائما كي نحل الكيكه تاعنا جينواز تاعنا من المول، دائما نضربوا بالظهر تاع الموس ماشي بالموس. شوفوا فوالا هكذا جامي نحيت الجينواز معاكم. شوفوا تنحى بكل سهوله بنفس الطريقه الثانيه بالموس. دوكا واش نواسو البنات، شوفو نضغطو يتنحى المول تاعنا. نزيد القلب صغير بسم الله. فوالا شوفو هاد لي شوت. هادي هي كيكة القلب الأحمر، هادو هما نار تحبهم تموت عليهم. نحاول نحيها، نحاول نحي الكيكة تاعي بابي كويسون. فوالا هادي هي الكيكة تاعي البنات. نزيد نحي القلب الكبير. فوالا شوفوا دائما القشره هذه اللي تجيكم من الفوق ما تخافوهاش. شوفوا تنحى بكل سهوله.
شوفوا القشره هذه ضروري نحوها البنات. شوفوا الكيكه الحمراء كاش جا اللون تاعها. شي ندخل المو، شوفوا راني ابان من الفوق بمنشار، شوفوا راهي طير وحدها، ما تفسدوش الوجه تاعها البنات، شوفوا طير وحدها. تقدروا بيديكم تنحوها، فوالا شوفوا راني نقيتها، شوفوا اللون تاعها شباب اللون الاحمر من البنات. شوفوا كي تجيكم هكا تحكم لكم ولا شوفوا كاش نكرطوها. هادو اسرار الكيكات، فوالا نكرط هذوك الزوائد اللي كحالوا لنا كامل. هذه هي الكيكه الاسفنجيه القلب الاحمر، شوفوا البنات كاش جات، شوفوا 6 بيض وساولي زوج كيكات بنفس الطريقه. نحل القشره الفوقانيه ونولي لكم. هذه هي هذو هما قلوب الكيكه الحمراء، شوفوا البنات اسفنجيه، شوفوا خفيفه بزاف. فوالا نسيت ما كرتها، شوفوا اللون تاعها شحال جا شباب. ودوك البنات نروحوا للمونتاج كيكه القلب الاحمر. جينواس تاعي راهي بردت البنات، واش نحتاجو؟ نحتاجو كريمه الشانتيي، حبيت نديرها بيضه. عندي كميه من الفراس قطعتها دي مورسو. عندي الشربات البنات بارده اكيد، كالسكر زوج كيسان ما بعد الغليان 10 دقائق نطفي عليها. حنوسي باتاوم ذوق الفراوله، فوالا نولو القلب الاحمر البنات. حنقسمه على اثنين، شوفوا هذا يساعد بزاف اللي عنده ما عندوش هذا يقطع بالمنشار. فوالا نحاول نقسمها على اثنين، شوفوا كاش راني نقسم البنات بالتساوي. اي فوالا يساعد بزاف البنات هدايا. نقسم الكيكه على اثنين، شوفوا الكيكه تاعي كاش جات البنات، شوفوا اسفنجيه فوالا، شوفوا اللون تاعها شحال شباب. واش نوسي دوكا البنات؟ هذاك البورت بياس قطعته البنات، درت المول اللي قطع لي درت فيه لاجينواز قطعته عليها. ضروري باش نواسو الكلاصاج ميغوار، ضروري البنات لازم البورت بياس يجي سوا سوا مع الكيكه تاعي. شوفوا البنات، شوفوا خليت شويه زياده باسكو اكيد كي نديرو الشربات الجينواز تاعنا تطلق روحها تزيد تكبر شويه، سي بوغ سا نخلو هاد زياده. الوغ على بركه الله حطوا لا بياس الاولى البنات فوق القلب، فوالا فوق هاد التبسي تورنو لي دور هكايا. بالشربات درت هذوك الفراوله نشرب البنات صاحبه الكيكه حبتها مشربه، فوالا شربها بزاف تتلقى روحها، فوالا تولي سوا سوا مع القلب تاعي. حندير كريمة الشانتي كيفاش يجي البنات، نديرها على سطح الجينواز كامل ونولي ليكم. دوكا ندير الفراولة فوق الكريمة تاعي، الطبقه الثانيه توجور نديرها في الوسط ونضغط البنات. شوفوا البنات دوكا نغلف الكيكه تاعي بكريمه الشانتيي. شوفوا الكلاصاج ضروري نديروا الكريمه الشانتيي اللون الابيض، فوالا ندير كريمه الشانتيي نغلفها كامل كي العاده ونليسيها ونولي لي. نليسيت الكيكه تاعي البنات نحطها هكذا في الثلاجه تبرد ونولو الكلاصاج. الكيكه تاعي راهي بردت كيكه القلب الاحمر. الكلاصاج ميغوار تاعي البنات راهو برد ليله كامله. شوفوا بسم الله نحي بابي فيلم، شوفوا ولا قطره ماء موجوده فيه. فوالا
شوفوا البنات، هو لا قطره ماء موجوده فيه. شوفوا الكلاصاج ميروار تاعي، ندخلو ميكروند يسخن شويه. اون ميم طون البنات اني وجدت غرياج، هذا الغرياج البنات سبيسيال الكلاصاج ميروار والطليه اكسيتيرا، يساعدنا باش نكلاصيو، باش كي نكلاصيو الكيكات تاعنا اللي يطيح هنايا في البلاطو نعاودو نكلاصيو به كيكات واحد اخرين. بيان سور لا ديكوراسيون عندي 3 حبات فريزا شابين خيرتهم شللتهم نشفتهم. عندي هذا العقاش صغير ابيض. بيان سور نحتاج محرار غذائي، محرار غذائي، ونحتاجو عفسه هكذايا اللي نرفدو بها الكيكه. الحاجه الاولى البنات نرفد الكيكه تاعي بسم الله، بنرفدها بالسيبور تاعها. شوفوا فوالا هاي الكيكه، شوفوا خليت شويه زياده هذاك البورت بياس من تحت الدوري. شوفوا دوكا جا سوا سوا مع الـ مع الـ مع شربنا الكيكه اكسيتيرا. نحطها فوق الكرياج فوالا، نرفدو دوزنا هذوما عفوا ندنيها. كيما قلت لكم نسخن الكلاصاج ميغوار تاعي ونولي. اني دوبت كلاصاج ميغوار في ميكرووند، ما عندكمش ميكرووند حمام مائي. شوفوا اللون تاعو والقوام الجيلاتين والجلوكوز فوالا. دوكا واش نواسوا البنات، نحكموا المحرار الغذائي فوالا. شوفوا البنات نوري لكم كاش يشعل المحرار الغذائي. المحرار الغذائي جامي كي تشعلوه تصيبوه صفر درجه، دائما كي نشعلوه نصيبوه حسب درجه حراره البيت او المطبخ. اني شعلته شوفوا البنات او 19.8. ندخلوا بسم الله في الكلاصاج ميغوار حتى يولي 34 درجه. في 34 درجه هكذاك يولي قابل وسهل باش نكلاصيو بها. ها هو 34 درجه هنا البنات، نقدروا نكلاصيو بال عفوا نكلاصيو بال الكلاصاج ميغوار. ضروري البنات لازم 34 درجه. علاش 34 درجه؟ باش كي نكلاصيو به الكيكه تاعنا الكريمه اللي الكريمه القاعده اللي تحت الكلاصاج اللي حنديروه ما تذوبناش. واضح البنات؟ نحكموا البنات طاس، ما يهمش اي نوع طاس هكذايا، المهم يكون عنده هاد الفم باش يجينا سهل الكلاصاج. شوفوا البنات قلت لكم لازم الطاس يكون اللي فيه فمو هكذايا باش يجينا سهل الكلاصاج. فوالا البنات هاد الكلاصاج، الكميه هاد الكلاصاج نقدروا نكلاصيو بها زوج كيكات او ثلاثه، شغل حجم متوسط. تبعوني البنات الطريقه تاع الكلاصاج. شوفوا علاش قلت لكم يكون عنده لا بوينت هادية. نبدا نكلاصي البنات ما نخافوش. شوفوا الكلاصاج تاعي او شاد روحو الله يبارك، اللون الاحمر شوفوا كشاو يحبط بطريقه جد سهله وبسيطه. راني ندير لكم كلاصاج ميغوار عفوا، وصدقوني البنات نعمل كل جهدي باش ندير لكم وصفات بدون امكانيات، يعني بدون شغل بامكانيات محدوده. شوفوا الكلاصاج تاعي كشاو يحبط فوالا. والكلاصاج لو يطيح في البلاطو لتحتا نحتاجوه ما نرموهش فوالا. كملت البنات كلاصيت الكيكه تاعي. شوفوا الكلاصاج ميغوار تاعي، شوفوا لا بريونس اللي فيه، اللون الاحمر شحال شباب. شوفوا فوالا نخليه محبط، ما حبطناش، غطينا الكيكه، غطينا لا كريم كريمه الشونتيي، نخلو هكا البنات يقطر ملح. شوفوا كاش راهو يقطر من تحت، شوفوا نخليه يقطر ملح. شوفوا الكلاصاج تاعي كاش جامد، نخليه يقطر مليح البنات ونحطوه اكوتي. نولو لا ديكوراسيون تاع القلب الاحمر، هادو ما نرفدو بهم الكيكه تاعنا اون باك. شوفوا البنات عندي 3 فريزات،
تشوفوا الفريزه تاعي راح ندير بها ديكوراسيون. دوبت شوكولا بيضاء درتها في لابوش، حندير البنات دي تخي كوم ان ديكور فوق الفريزه تاعي بالشوكولا. فوالا جوست ان ديكور برك. شوفوا البنات انا في البرد شوكولا شوكولا ديما تجمد تمتم. فوالا جوست ان ديكور نحطهم بجانب، نروحوا نخليهم ينشفوا البنات. دوكا نروحوا للكيكه تاعي، نحاول ندير دي تري بالشوكولا البيضاء. شوفوا البنات دي تري هكذا اكوتي، شغل اون بوند. فوالا هكذا قبل ما تنشف الشوكولا نديرو شوية عقاش البنات. فوالا ان ديكور اي فوالا الكيكة تاعي في السامبل راهي واجدة. نخلوها تقطر مليح، مازال تقطر البنات. شوفوا اي قطره الكيكه تاعي. شوفوا البنات نحاول نرفدها من تحت، بسم الله. شوفوا بكل سهوله الكلاصاج تاعي ونشف ونحطها مباشره فوق السوبور تاعها. شوفوا بكل سهوله هذه هي الكيكه تاعي البنات. شوفوا البنات الكلاصاج هدايا، نخلوه يقطر مليح، نعاودو نرجعوه ونحتاجوه مره اخرى. نولو الفريز تاعنا راهم نشفوا البنات. شوفوا شحال جاو شابين. فوالا جوست الحبات برك حنديكوري بيهم في الكوتي. شوفوا البنات لو كان انيفيرسير تاع امراه فوالا ندير هنا 3 فلور، 3 فلور اون روج جوست اون ايدي، سوا بكريمه شونتيي ولا لي فلور ارتيفيسيال ولا عجينه السكر. مي هاد اللي كيكه البنات شغل زوجه عيد ميلاد زوجها دارت كوموندات كيكه القلب الاحمر، الوغ سي بور سا حندير لها لي فريز هنايا. ندير حبه فريزه هكذا نثبتها فوالا ونزيد حبه هنايا. شوفوا البنات الديك، شوفوا كاش جات الفريزه تاعي. فوالا حنكتب هنا في هذا الفيديو هذا بتانيك بالشوكولا بيضاء، حنكتب عيد ميلاد، عيد ميلاد سعيد زوجي حبيبي حسب طلب الزبونه. الا نبدا نكتب البنات عيد. أنا كملت كتبت عيد ميلاد سعيد زوجي حبيبي. إن شاء الله البنات عجبتكم الفكرة والديكور بالفراولة والشوكولا البيضاء. شوفوا البنات ديما نقولكم الكيكات جمالها في بساطتها. شوفوا المروار تاعي بزاف شباب، إن شاء الله يكون عجبكم. اعتمدوا الوصفة درتها لكم البارح بارطاجيتها لكم، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناة. وبكم استمر، ارجو منكم الدعم في القناة اليوتيوب. بزاف متتبعات قالوا لي بدلي اسم الصفحة والقناة، ديريها باللغة العربية خاصة الدول العربية الشقيقة والمجاورة كما اهل الاردن ومصر وليبيا ربي يحفظهم ليا وتونس والمغرب. ودمتم احلى متتبعات. ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرني ونبدل اسم القناه باللغه العربيه باش تسهل لكم الامور باش تقدروا تدخلوا للقناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك. تانيك البنات اني حله تيك توك، حليتو في جالكم تيك توك شاف ام اسلام. فوالا تصيبوا رابط التيك توك في صندوق الوصف
في قناة اليوتيوب. نقول لك حسيبة العزيزة حبيبتي، عيد ميلاد سعيد لزوجك الحبيب، إن شاء الله ربي يطول في عمره، إن شاء الله ربي يدوم المحبة، وربي يحفظكم إن شاء الله، ويبعد عليكم المغيارين والحسادين، أني نأكد على هذه الكلمة فوالا. وإن شاء الله ربي يوفقكم، تربوا ولادكم إن شاء الله وتفرحوا بهم إن شاء الله، ونحضر لكم حسيبة في جميع الأفراح إن شاء الله. سلام البنات.